أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول: شيخ صالح، عندي أخ لا يصلي ولا يصوم مع أنه يسكن معي، هل أصله وأتكلم معه؟ كيف يتعامل المسلم مع مثل هذا مأجوري؟ إذا كان معه عقله فإنه ليس بمسلم، هذا كافر. الذي لا يصلي ولا يصوم هذا ليس بمسلم، ولا يجوز محبته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يجب مقاطعته والبعد عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا تساكنه. إن كان البيت لك يخرج هو، وإن كان البيت له تخرج أنت، ولا تساكنه. نعم.